دائما مع اسبوع الطلول شوفوا مع السيد وغيصاوب هاد البليصه ناض كيحفر لي هادوك التقيبات شفتوهم تما بالماتيريال ديالها. دابا خدم بالمطرقه دابا جا دار لها شويه ديال البوليساج ودابا يجيب واحد الماكينه باش شوفوا معايا اللي بيجي من بعد هادشي. هنا راه تما استعمل دوك الحفيرات باش دخل واحد اللعيبه كيقعد بها الكركاس من الداخل. من بعد صافي دوك التقيبات اللي هو دارهم بحيدهم ما يخليش لك هو بطبيعة الحال التعربيز. ودابا كتجي المرحلة ديال عاوتاني من الطيرقة ديالو ماشي زداف زداف طيرقة خفيفة بوليساج بطبيعة الحال على بوينت. ايوا نعم سيدي دابا صافي يخرج عليك يجيبوها للمغرب يقولك خويا راه كانت في ألمانيا عند واحد مرة تقاست كان الحديد هذا اصلا ماشي يدخل في المغرب.